مسعين الموارد كل عام غير الدمجيو كل شيء عام خبز قبض ويدك هو الرئيس خبز الحالات بس حتى علينا تأكر ما تقول يمشي بحالته هاي بعد منا خويا خويا هادشي اللي وصل لي الولاد زعما حالة يورتلا حالة يورتلا كنظن الجماهير ديال الوداد إذا بغات ترجع للتيران هذا المنبر ديالكم الكريم أكرم الكوميتي ديالو يمشي بحالة حنا ما بغينا والو ما بغينا منو والو يمشي يعطينا الكفاح ويجي شي واحد باقي تخيل كيفاه في البالون هو بغى الوداد على قبل الشهرة باش الاسم ديالو يطلع ما بغى والو من الوداد وصل فيفا وبغى يتصور مع ميسي وكريستيانو حنا اللي بغينا اللي يتصور معانا ويموت معانا هادشي اللي باغي من الفريق الوداد البيضاوي انه يحصل على التغيير وكرم يمشي بحاله ويبدلوا جميع اللعابه ويكون عندنا مستقبل زوين ان شاء الله حنا الماتش راه كان ولكن غير حنا مغاربه هذه مباراه كتجمع ما بين الوداد والرجاء فكنحيي الفريقين بجوج لان داروا المجهودات ديالهم ولكن كيبقى الله فوق الجميع هذه الكره فهنيئا للفريق اي فريق حنا كنهنوه حنا وداديين حنا تعذبنا نفسانيا يعني تنفسانيا لولادنا ولا حنا ولكن كنقولوا هنيئا للرجاء وديما وداد ديما بصراحه ما دارش ضر النفسيه ديال الوداديين بزاف مرتنا النتيجة مقبولة وعادية لأننا إحنا فريق الوداد البيضاوي عنده مشاكل